السلام عليكم المشاهدين ديالي الاعزاء، عيدكم مبارك سعيد، كل عام وانتم بخير. اتمنى تكونوا بخير وعلى خير انتم كتشاهدوا الفيديو. سمحوا لي على هذا الغياب الطويل، الغياب الطويل اللي غبت عليكم فيه وما زلتكم شي فيديوهات لظروف شخصيه، ولكن غادي نقول لكم الاسباب ديال عدم الظهور ديالي في القناه في اليوتيوب. ما نزلت لكمش هذه مدة، عندي واحد ظروف صعبة، عندي حالات وفاة، إنا لله وإنا راجعون. عندي مرات الأخ توفات الله يرحمها ويوسع عليها. المشاهدين ديالي يطلب منكم في هاد الفيديو أن ترحموا عليها وتطلبوا لها الرحمة وتدعوا لها بالرحمة إن شاء الله. الله يرحمها ويوسع عليها ويرحم جميع موتانا المسلمين، إنا لله وإنا راجعون. على هذه الاسباب اللي خلاتني راني شويه عيانه شويه عيانه وشويه يعني الحاله النفسيه محطمه. سمحوا لي بغي جيت نوضح لكم في هذا الفيديو عدم الظهور ديالي في القناه لهذه الاسباب الشخصيه، ان اللي راجعون. النفسيه ديالي محطمه وعيانه شي شويه، وعلاش ما درت لكمش فيديوهات، وسمحوا لي على هذا الغياب. الظروف صعبه غصبا يعني، بزاز عليا ما قدرتش ندير لكم فيديوهات. راكم عارفين حاله الوفاه، ملي عندكم حاله الوفاه ما تقدروش، ملي عندكمش الخاطر والاراده والعزيمه باش ديروا فيديوهات. ونتمنى نتمنى تقبلوا عليا على هذا الفيديو البسيط باش نوضح لكم الاسباب ديالي. ونطلب منكم المشاهدين ديالي العزاز ترحموا عليها وطلبوا لها الرحمه والغفران، وربي يرحمها ويرحم جميع موتانا المسلمين. وان شاء الله قريبا نرجع لكم من جديد بطاقه ايجابيه. وسمحوا لي على هذا الفيديو هذا، سمحوا لي بزاف بزاف بزاف، ونتمنى تعذروني وتوقفوا معي في هذه المحنه. يعني الحاله النفسيه ديالي ما راهيش حتى لتماك، يعني خصني وقت باش نرجع لكم من جديد بالوصفات ديالي بالخرجات ديالي. دابا غير قبلوا عليا، جيت لكم غير فيديو قصير باش نوضح لكم السبب عدم السبب الظهور في القناه. وش نقول لكم، هذه هي الدنيا والحال الدنيا، وان الله ولا راجعون ربي بغاهم. وعندي شحال نقول لك، يعني ما عرفت باش نبدا لكم، ولكن حاضروني وقبلوا عليا. وشكرا على كل من سندني في هاد المحنه هذه، ووقف معايا ومعنويا، خصوصا الحاله النفسيه ديالي اللي راهي يعني شحال نقول لكم راهي شويه يعني عيانه بزاف بزاف بزاف. وحتى الفرموسات ديالي ما كنمشيلوش ديما، يعني ديت شي ايام كنت مريضه فيها. على هذا الشيء اللي ما قدرتش نتواصل معكم ونزل لكم فيديوهات كما العاده، سمحوا لي. بصح غنوعدكم قريبا ان شاء الله الحاله، ملي تكون الحاله ديال نفسي تحسنت شي شويه نرجع لكم من جديد ان شاء الله. وشكرا كاع اللي ساندني واللي وقف معايا واللي دعمني معنويا ونفسيا، نقول لكم شكرا بزاف لكم. ونتمنى لكم حياه سعيده، ولهلا يحرمكم شي واحد من العائله ديالكم ان شاء الله. نرزقكم نطلبكم الصحه والسلامه ورزقوا السعاده والهناء وراحه البال. وش نقول لكم، الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله باذن الله. قريبا نرجع لكم ان شاء الله، وطلبوا لي الصحه والسلامه، وترحموا على مرات الاخ اللي توفات الله يرحمها ويوسع عليها ربي بغاها، وان الله ولا راجعون. وهذه هي حال الدنيا. والى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله باذن الله. مع السلامه، الى اللقاء.